سلام خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحة؟ كدايرين الميمات الوليدات؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم تتهدوا هاد الفلوق نهير جديدة صحيحة جديدة وحياة جديدة ان شاء الله يا ربي لينا وليكم وجميع الأمة الإسلامية. المهم هنايا لنا فيديو ديالنا كيف ما العاده، نبداو بصلاتنا على نبينا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. خوت خواتات، نتمنى من الله دائما تكونوا بخير وعلى خير. المهم نتمنى من الله هذا الفلوق يعجبكم، قلت نطلع لكم بهذا الفلوق هذا. المهم فلوق جديد ان شاء الله يا ربي. المهم جينا ضايفين عند خالتي هكا، ونزلت فحال كابط الغابه، وقلت نصور لكم هذا الفلوق هذا والشجره ديال البلاط. ايوا شتيوا بعدا صبات هاد الايام، راه كيما تشوفوا الخضريه بدات تتبان تبارك الله وصل عندي. والله يرحمنا يا ربي، يا ربي ترحمنا وتعطيها لينا على قد النفع يا ربي، لا فاقدين ولا مفقودين يا ربي. بالنسبه لهذه المنطقه، منطقه تعرف اسم العرقوب الرميليه. المهم هذه المنطقه راه فيها الرمل، داكشي علاش تقولوا لها الرميليه. ما هي راه تتسمى على حساب الولاده وعلى حساب العرقوب، هاد المنطقه هذه على حساب العرب، داكشي علاش. المهم الرميليه حتى هاد البلاصه ديال الرمل، داكشي علاش. المهم تبارك الله راه الجو غزير وجو زوين، ونتمنى والله تستمتعوا معايا في هاد الخضوريه اختي. المهم خضر لي عويناتكم، وتحياتي لخوتي المغاربه داخل المغرب ولا خارج المغرب، ومن طنجه حتى للقويرة اختي. الله يحفظكم لي احلى خوت ومتتبعين والناس العزاز على اختكم سعاد دائما. وتنقول لكم مرحبا بكم مع قناتي وقناتكم يوميات سعاد ياسين، دائما البساطه مع سعاد. الله يحفظكم ليا، وشكرا للمشتركين الجدد الله يحفظكم ليا، والمشتركين القدام تنقول لكم دائما الدار داركم والقناه قناتكم، وانتم مالين الدار وانتم مالين الجيده والموجوده اختي. الله يحفظكم ليا فين ما كنتو يا ربي. ايوا هنا راه تير واحد الجو غزير في الغابيه البنات، والله الا عاد شي برد ديال اتاي اختي وشي حريشه ولا شي بسيم منات. ايوا الله يحفظكم ليا، كملوا الفيديو حتى الاخير، واللي باقي ما اشتركش ينزل يشترك، ما تردوش تفعلوا المربع الاحمر الجرس باش يوصلكم كل جديد ياخذكم سعاد. فضلا وليس امرا، الحباب ديالي والعائله ديالي الكبيره. المهم هنا هذا الفلوق هذا، قلت نخرجكم شويه للطبيعه وتخدروا لي عويناتكم. والله لا واحد الجو، جو غزال ورائع، رائع بزاف والله، عير ديال الجلسه يا ربي غزال الجو ديال الغابه. مازال ان شاء الله غدا تزيد ملي تصب الشتا ان شاء الله، مازال يزيد زيان الجو، مازال ان شاء الله يزيد زيان الجو وزيان الخضوريه. ايوا ديك الساعه عاد يبداو الفلوكات والفيديوهات اختي. المهم هنا كنت نصور معكم هاد ميني فلوك. ايوا هادشي اللي كاين احبابي. المهم طولت عليكم الهضره، قلت غادي نديرها واحد الفلوق قصير نسول عليكم ونسلم عليكم. نتمنى بالله تستمتعوا معايا. وهادي هي الغابه ديال البلاط، هي هادي ديال الفرنان. راه ترى الهواء غزير، الدنيا البرد، الحال بارد وزوين، واحد الجو الشميجه. المهم هنا فين تتسكن خالتي هي هادي، فين نصور عليكم دابا مزوميه لكم عليها، هي هادي فين ساكنه. يعني هما كاينين غير العائله مع بعضياتهم. سمعوا البرد، الجو ديال الشجر سبحان الله العظيم، غير واحد الجو غزير بارد. ايوا هنا نتمنى ما نكونش طولت عليكم الفيديو، فيديو جديد ان شاء الله صحيحة جديدة، ونتمنى من الله هذا الفلوك يعجبكم من الرضا ديالكم، وخليوا لي الكومنتات الزوينة ديالكم المحفزة،
والدعوات ديالكم والدعم لقناتكم يوميات سعود ياسين، دائما تتمنى من الله الدعم ديالكم والكومنتات الزوينه ديالكم، واحد اللايك ما تنسونيش من البصيمه ديالكم كما تنقول لكم، طاقيوني طاقيوني طاقيوني. يلا خوتي وبارطاجيو لي خوتي القناه مع الاصدقاء ديالكم والناس العزازين عليكم، فيسبوك واتساب تيك توك، فين ما عجبكم طاقيوني طاقيوني. يلا حبيباتي انستغرام حتى هو ما تنساونيش، ودخلوا تابوناو عندي الباج ديالي فيسبوك. يلا حبيباتي الله يحفظكم ليا، كملوا الفيديو حتى الاخير، المهم قلت نهضر معهم ونسول فيكم بالطبع، والله يحفظكم ليا يا احلى عائله واحلى خوت الناس العزازين عليا. واحد صغير صورت حسام مولاي الشمس مزيان بعدا تابع الثوره طلعتي ما تبينش.